Nübüvvet, hakikat arayışında peygamber ışığı. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ana lestu fil cami'a al-urduniyye, la sabiqan ve la lahiq. وأنا الآن متقاعد من العمل الجامعي، لا أدري الإخوان اجتهدوا أن ينسبوني إلى الجامعة الأردنية. موضوع بحثي هو، ولعله تكرر عليكم كثيرا، يبدو أن هذا الموضوع قد أغرى عددا من الباحثين فكتب فيه أكثر من باحث، وهو حاجة البشرية إلى النبوة، أو النبوة حاجة ضرورية للبشرية. الأستاذ النورسي رحمه الله في تأمله للآية الكريمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يقول: يفهم من أسرار هذه الآية الجليلة أن حكمة مجيء الإنسان إلى هذه الدنيا والغاية منها هي معرفة خالق الكون سبحانه والإيمان به والقيام بعبادته، كما أن وظيفة فطرته وفريضة ذمته هي معرفة الله والإيمان به والتصديق بوجوده وبوحدانيته إذعانا ويقينا. هذا الإيمان يقول عنه الأستاذ إنه أعظم ما يحصله الإنسان، وهو حياة للحياة. الإيمان حياة للحياة، لكن السؤال: كيف تتحقق معرفة الله وكيف تتحقق عبادة الله؟ لا بد من مبين لكيفية هذا الأمر، وبالتالي لا بد من رسول يبين للناس صفات الله عز وجل وكيف يعبدونه. النبوة كما يرى الأستاذ النورسي رحمه الله مقصد من المقاصد الأربعة للقرآن الكريم، وهي التوحيد والنبوة والحشر والعدالة مع العبودية لله سبحانه. وتحدث كثيرا أستاذنا رحمه الله عن قضية النبوة والأنبياء حديثا عاما وحديثا خاصا في نبوة سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام. يقول: بإرسال الرسل أو الأنبياء انفتح ميدان الامتحان والتجربة والجهاد والمسابقة، وبه بهذا الامتحان تتميز الأرواح السافلة التي هي كالفحم في خساسته عن الأرواح العالية التي هي كالألماس في نفاسته. يرى الأستاذ، وهذه الجملة تكررت عليكم كثيرا، أنه لا بد من نبي للبشر، فالله عز وجل الذي جعل لكل طائفة من طوائف الخلق أميرا وقائدا ورائدا، لا يمكن أن يترك البشر من غير قائد ولا رائد. وهذه الجملة التي أظن أننا حفظناها جميعا: الذي لا يترك النمل من دون أمير والنحل من دون عسوب، لا يترك حتما البشر من دون نبي، من دون شريعة. نعم، هكذا يقتضي سر العالم. إن مما يستلزم وجود النبوة في البشر أن حكمة الصانع الجليل وعدم العبثية في أفعاله ومراعاته النظام في أقل ما في العالم وعدم إهماله أخس ما فيه وضرورة حاجة البشرية إلى مرشد، كل ذلك يستلزم قطعا النبوة في نوع البشر. الإنسان له مكانة متميزة في هذا الكون، في هذا الوجود، ليس على الأرض وحدها وإنما في الوجود كله، فالله عز وجل الذي كرمه لا يتركه حائرا لا يعرف طريقه. ونحن نذكر قصيدة التي اشتهرت في العالم العربي لإيليا أبي ماضي: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أو أبيت. وكان يختم كل مقطع من مقاطعها: جئت من أين كذا، لست أدري لست أدري. هذه لست أدري لأنه اتبع هواه
ولم يتبع هدى الأنبياء. هناك عوامل تدعو إلى وجود النبوة في البشر. العوامل الأولى تتعلق بالله عز وجل وصفاته وأسمائه الحسنى، والعامل الآخر يتعلق بالإنسان وطبيعته ودوره في الوجود. الأسماء الحسنى التي تتجلى في هذا الوجود لا يمكن إلا أن ترسل نبيا أو يرسل الله عز وجل، الذي تتجلى أسماءه وصفاته في هذا الوجود لا يمكن إلا أن يرسل نبيا للبشر يدلهم عليه ويعرفهم به ليعرفوه ويحبوه ويعبدوه. والأستاذ هنا رحمه الله يتحدث كثيرا عن تجليات أسماء الله الحسنى، ويذكر في بداية حديثه أمن الممكن ألا ويذكر بعض أسماء الله عز وجل وصفاته العليا، ويستنتج بعد ذلك كله أن البشر النبوة ضرورة في حياة البشر. يقول الأستاذ رحمه الله: كما لا يمكن للشمس إلا أن تشع ضياء، كذلك لا يمكن للألوهية إلا أن تظهر نفسها بإرسال الرسل الكرام عليهم السلام. فالله عز وجل لم يخلق البشر عبثا، وأسماءه الحسنى التي تتجلى في هذا الوجود، والذي خلق الإنسان ليكون مشاهدا لتجليات تلك الأسماء، لابد أن يرسل دليلا يكشف للإنسان تجليات هذه الأسماء. يقول الأستاذ، وهو لخص هذه الفكرة وأنا أختصر الكلام حتى لا نطيل، لخص هذا الموضوع، موضوع تجليات الأسماء الحسنى واستدعائها لوجود رسول، يقول: إن الألوهية لا تكون بلا رسالة. إن الألوهية لا تكون بلا رسالة. أما الإنسان وصفاته التي تستدعي وجود النبوة، يجب أن نستحضر هنا لحظة خلق الإنسان وما قبل ذلك، عندما قال الله عز وجل لملائكته الكرام: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء لآخره. وما كان من أمر الله عز وجل للملائكة أن يسجدوا لآدم عليه السلام، وتمرد إبليس الذي لم يسجد، وما كان من إهباط آدم وحواء وإبليس إلى الأرض. ثم بعد ذلك قال الله عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وهنا إشارة إلى ماذا؟ إلى أرسال الرسل. إما يأتينكم مني هدى، من الذي يأتي بالهدى؟ هم أنبياء الله ورسله الذين يأتون أدلة وقادة ورادة للبشر. الإنسان في هذا الوجود هو العالم الأصغر كما يقول الأستاذ رحمه الله. الله عز وجل خلق الإنسان بيده، وأسكنه جنته، وأسجد له ملائكته، وجعله خليفة في الأرض، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. بل أكثر من ذلك، هذا الوجود الذي نعيش فيه، هذا الوجود الموحش في الميزان المادي، الماديون عندما ينظرون في هذا الوجود لا يرون حياة إلا في هذه الأرض والسماء، الكواكب، النجوم، الفضاء، لا يرون فيها شيئا ماديا محسوسا في مجال الحياة. ولذلك بالمنظار المادي هناك أسئلة بغير جواب، لكن بالمنظار الإيماني، لماذا صارت الأرض قسيمة السماء؟ رب السماوات والأرض، دائما تقرن الأرض مع السماء كأنها قسيمة لها، كأنها ند لها. وأين الأرض من السماء؟ الأرض ذرة تائهة في هذا، أو هائمة تدور في هذا الوجود. ولكن الذي رفع مكانة الأرض وجعلها قسيمة السماء هو وجود الإنسان. هذا الإنسان الذي نفخ الله عز وجل فيه من روحه وجعل له منزلة خاصة، كما يقول الأستاذ: جعله أيها الإنسان
إنك اعلم أيها الإنسان أنك ثمرة أو ثمرة أو نواة الشجر، نواة لشجرة الخلقة، فبجسمانيتك أنت جزء صغير ضعيف عاجز مقيد ذليل، عاجز ذليل مقيد محدود، إلى آخر ما يقول الأستاذ من منزلة الإنسان عند الله عز وجل. ميز الله عز وجل الإنسان ليكون أهلا لوجود النبوة في جنسه بما أعطاه من الصفات، فالإنسان قادر بالعقل الذي أعطاه الله عز وجل إياه، بالعقل واللب والقلب، على إدراك الترتيب بين الأشياء، ذلك الترتيب الناشئ من العلل المتسلسلة في الخلقة والإنسان يملك أيضا قدرة أخرى هي قدرة التحليل والتركيب، في ترتيب وتحليل وتركيب، وعنده قدرة أيضا على محاكاة الطبيعة. بعث الله غرابا يبحث في الأرض، قصة ابن آدم، كيف حاك الغراب في دفن أخيه، وحاك الطائرة في الطيران، وحاك الأسماك في الغوص وفي الذهاب في البحر، وهكذا. فالإنسان قادر على أن يقلد الطبيعة. ثم الإنسان بحاجة إلى العدالة التي تضبط العلاقات فيما بين الناس. من الذي يضع هذه القوانين؟ إذا كان من البشر لابد أن ينحاز إلى فئة دون فئة، ولذلك لابد من قانون رباني يحقق العدالة بين الناس. والله عز وجل لا يميز طرفا عن طرف. الله عز وجل ميز الإنسان بصفات على سائر الخلق، مما جعله أهلا لمخاطبته سبحانه بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وجعله مرآة جامعة للأسماء الحسنى ولتجلس الاسم الأعظم ولتجلي المرتبة العظمى لكل اسم من الأسماء الحسنى. الله عز وجل وهب الإنسان استعدادا فطريا ساميا مكنه من حمل الأمانة الكبرى التي عجز عن حملها أو تراجع عن حملها السماوات والأرض، وحملها الإنسان. النبوة كما يقول الأستاذ هي قطب المصالح الكلية ومحورها ومعدن حياتها. هذه النبوة ضرورية لنوع البشر، فلو لم تكن النبوة لهلك النوع البشري، لأن الإنسان عندما يكون في الصحراء إن لم يكن معه دليل يهلك، فكيف بالإنسان الذي يسير في هذه الحياة التي هي أشبه ما تكون بالصحراء من غير نبي، ولكنها بالنبوة تصبح حديقة غناء. هناك دلائل نبوة تثبت وجود النبوة في تاريخ البشر، المعجزات التي قدمها الأنبياء دليلا على صدق نبوتهم. عاقبة الأمم الذين كذبوا رسل الله وما تزال بيوتهم شاهدة على ذلك، هذا دليل آخر. سيرة الأنبياء في حياتهم، علو أخلاقهم، دليل أيضا على نبوتهم. ثم تواتر الأنبياء عبر التاريخ، ولذلك ربنا عز وجل يقول قل ما كنت بدعا من الرسل. نعم، فوائد النبوة في تاريخ البشرية وفي حياة البشرية ليست فقط في الجانب الإيماني المعنوي الذي يفسر الغاز الوجود من أين وإلى أين ولماذا، وإنما أيضا هناك الإمامة كما يقول الأستاذ، وهذه تميز بها الأستاذ في قضية الرقي المادي، حيث إن معجزات الأنبياء هي سقف ما يمكن أن يصل إليه البشر من رقي مادي. والأستاذ يقف مع المعجزات الأنبياء وقفة مفصلة مع سيدنا سليمان ومع سيدنا موسى وعيسى ونوح ويوسف إلى آخره، كل منهم كان إماما في باب من الأبواب التي يمكن للبشرية أن تصلها. يعني تسخير الرحلة سيدنا سليمان، نحن نرى كيف نطير في هذا الزمن في الطائرات، ربما كان بساط الريح أمنية أو وهما عند كثير من الناس في زمن من الأزمان، لكننا نركب بساط الريح وننتقل من مكان إلى مكان في الطائرات في زماننا. الأستاذ أجمل قضية معجزات الأنبياء وكونها سقفا لما يمكن أن يصل إليه البشر بقوله إن القرآن الكريم
بإراده معجزات الأنبياء، إنما يخط الحدود النهائية لأقصى ما يمكن أن يصل إليه الإنسان في مجال العلوم والصناعات، ويشير بها إلى أبعد نهاياتها وغاية ما يمكن أن تحققه البشرية من أهداف. يعني وصلت النهاية، أقول البشرية لا تستغني عن النبوة، ولكن هل أحس البشر جميعا بهذه الضرورة؟ من قبل وقف الملأ من كل قوم في وجه الأنبياء وسعوا إلى إطفاء نور الله، وصدوا الناس عن سبيل الهدى فكذبوا فريقا من الأنبياء وقتلوا فريقا، واليوم نجد البشرية وقد قطعت في العلم وحققت من المنجزات أشواطا غير مسبوقة في المعلوم من تاريخ البشر، فحققت كثيرا من معجزات الأنبياء من خلال العلم. فهل ترى البشرية أن ما هي فيه من التقدم أثر من آثار معجزات الأنبياء وثمرة من آثار فضلهم، أم أن الغرور يجعلها تنسب الأمور إلى نفسها وتنسى ربها وتقول ما قال قارون من قبل، إنما أوتيته على علم عندي؟ ما أحوج البشرية اليوم إلى حملة مشاعل النور ليضيء لها الطريق لتعرف نفسها وتعرف حقيقة دنياها وتعرف ربها وتعرف الرحمة المهداة إلى البشرية جميعا، سيدنا محمدا عليه وآله الصلاة والسلام، خاتم سلسلة النبوة وشمسها الأكمل ضياء وبدرها الأتم نورا. إنها بحاجة إلى من يجعلها تصحو من سكرها وتواجه الحقيقة، لعلها تفيء إلى نور الإيمان وتخلص نفسها من الغرور الذي يزينه لها الشيطان، ومن العدم الذي يقودها إليه الكفر. فهل تشرق شمس النبوة على هذا العالم من جديد؟ نرجو ذلك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. İstanbul İlim ve Kültür Vakfı.